معهد السنة برشدة علوم تشريعة يدقن كإسلامك أي حفلت قلن جبنها أقبتي أرضي دفع الدين اللي حيطبنات فرح أدوهيني مناسبة دنو أهيد مناسبة سوين لوسو أغاسبي أي وحال لغده فري آيدها قرآن كريم كقول كي أبي وحان هل كسكسو جيدي قارئة لغم عابو سيد عمر فرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وحالك كبلوضي هذا الجيدنتي مناسبة دا وحان كلمة دي اوه رسالك سكجيدي شيخ حسين عبد الله بره وكو هاد لي مكا علماء ودينك عرضي سؤال لما يستي غايب كمدة علومتي شرعيقة دي رجالين تودا يو شيخ تودا يو فرحة تودا ولا لو ذاك سلا سالي سويمي عرضي اسمرك وحي سو برتين أما يسوع أخرستين قيب كاملة شريعة إسلامك أي يسوع أخرستين دين تان الله سبحانه وتعالى ونوسو تجي ودين واسعة أو أنت أن هذا الكومة لما نيسو شريعة إسلامك وي بلانته شريعة إسلامك وهي قليسة ملك استوى كاملة نلاشة كاملة مال نلاشة كاملة أو شريعة كما غنتها مالها مال والبؤ كاملة نلاشينا شرعي وقلايا هدي أن تاغن هاي هدي أن فلنو هدي أن جيفنو هدي سعنو هول هدي قبنينو هول أن هدي أن هاي انت بشرعي إسلامك كما مرنو سيدوك الوحا مناسبة كهل لي الشيخ عبد الرشيد محمد يوسف وكوهد لي مقع برياشا صوت علمي وحن نقصونا هاي وحوكوصنغ ما قفكونا وبركوبا إنو سكذا بحيو سكات العلم نوحي تهي الإنفاق به يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددتا هدي مركات سكذي كبحيضة أو يران ولا لها يا والدك يا أهلك يا الحلقة السميدة حلقات كعلم جنا دقفة إيديدو أخيرا وحلقات دونا إن شاء الله تعالى دينك حلقات ووين دحفدية ميلو وين كاسو مغدا او كالمي علمي شرعي كاميدا غبدا يويلنا وما كالا لهان قفل بوح لدون يا ديني عيسى ان لغسو جلين او نا يسندبيشو كايمانين او ديني عيسى ان شاء الله تعالى كدالو هيرركا سرسارن او ان شاء الله تعالى نيسو ولي ما عتو حكو بركيسن يهي أين دعي كرتا فرص بضان إنو معاهيدة كلا يميلاو كلا بضان ديري يهي إنو وحوهيان اسكو ضييو أرددي سينو قرب غبطو سيدوك الوحا مناسبة دا كهد لي سيد عبد الله محمد وإساقنا كلمة قيرد لها الكاسك الجهدي بلا سمركو حاند دار مينا تلوين كي انت لقد جودي علوما دي إيو تسالوين كي يو وضياشب انت وإساقن إن أنقادانو أردن هوري وسي سعودان حنبل يدينا يفرحدينا ما أنت إنسان قصة قريب الشيء أو إذا لقيب قاعدنا يسوع مرق ما شاء الله تعالى أدي أبي أقر بانت حفلة ده وحين ذي رجينا يقول يو إن أتجارتان حفلة ده قوان قصي دم بيو أو قصي سريو أو جامع عضو إيه نوعي السيك على إيه
anigoo macalinkiinana waxaan idin leeyahay baarakallahu fiikum meel san iyo meel wanaagsan allah idin gaarsiiyo intaas ayaan ku soo koobayaa kama marnayn kaalinta waalidka waxaan afka waalidka ku hadlay xasan cabdishakuur jimcaale waxaan u malaynayaa macalimiintu way soo dhammaysteen waqtigoodii hadda uga aadanay wixii dambe oy nagu tari karaan waa gacanqabasho iyo maaratay toostoosin iyo taageerid sagootiskii ugu dambeeyey inay taan u malaynaya annaga iyo ardada ayaa isku soo harayna haddii aan waardiinna waardiintu ardada mar kastaba inay ka taxadaraan kuna dadaalaan si kastoo ay wax ugu sii siyaadi karaan ay ugu sii siyaadshaan ayaan kolley anugu kula dardaarmayaa naftaydana kula dardaarmayaa sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay maamulaha faraca oodweyne ee macad sunna sheekh cali salaad maxamed cilmiga aad barateen wuxuu idinka rabaa camal way sahlan tahay in cilmi la barto way fududahay in wax la ogaado laakiin maxaa adag maxaa adag camalka waa meesha ibliis uu ku dhiiqday waa meesha ibliis uu ku haray cara ilaahay iyo lacnad ilaahayna ay kula dhacday nabiyullaahi aadamna uu ku guulaystay oo faa'is ku noqday ibliis waxbuu garanayay waxa laga rabo wuu dareemayay ilaahay caasinta uu caasiyo waxa ka dhalanaya wuu dareemayay wuu ogaa laakiin shaqaawanimaa ku dhacday waxaa u fududaa weysay inuu ku camal falo oo amarka ilaahay uu qaato u hoggaansamo qof kasta oo ilaahay u hoggaansami waaya oo waxa uu bartay ku camal fali waayana ibliis uunbaa hoggaanka u haya isaguna daba jooga ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xiray kusimaha guddoomiyaha macad sunna sheekh cabdulaahi sheekh yuusuf maxamuud kutubtii aan dhigi jiray waxaa ka mid ahaa kutub tawxiid ilaahay ballankii maantaan ugu jeclahay daalacashadeeda saas ay ugu saaran yihiin kolkaa sariirta tagaan qaadaan saas iyagaan ugu jeclahay waxaan daalacdo marka kutubtii ha tuurina ha barkanina buug oo maxaanku yidhaahdaa ma aha lagu soo bartay falsafada baas lagu soo bartay ma ahane waa diintii niye kolkaad guriga tagtaan kolba mid soo qaado darsi cusubaa kuu baxay wax aadan horay war malaha wama aadan fahamsanayn baas leedahay marxaladaad ka dalacdeen iyo taad u dalacdeenna waxaa waaye dabaqadahan guriga oo kale waay marxaladba marxaladii ka horreysay bay ku dul dhisan tahay marxaladda sare haddii ta asaaskaa la gooyo ma taagnaanaysaa abadan abadan cilmigii hoose haddaadan thaanawiyadii aad hadda ka qalin jabis haddaadan sugin oo aadan taas mar walbaba la noolaanin ta jaamacaddan ku anfici dooni mayso tanhaar